في خبر آخر، شهدت أغلب مناطق الوطن تساقط كمية معتبرة من الأمطار منذ ليلة أمس، أدت إلى تشكل سيول في عدة نقاط، إضافة إلى فيضانات بعدة أودية وقطع بعض الطرقات خاصة بولايات شرق البلاد، وهو ما استدعى تدخل أفراد الحماية المدنية لتقديم العون للعالقين جراء ارتفاع منسوب المياه المتسربة داخل عدة منازل ومباني. هذا وتنقلت وحدات الحماية المدنية إضافة إلى مصالح الأمن طيلة ليلة أمس وإلى غاية صباح اليوم إلى مكان الوديان والفيضانات لتسهيل حركة المرور إثر تكون برك مائية تسببت في قطع عدة محاور وطرقات.